بشكل سري التقط صحفيون ألمان هذه المشاهد من قلب العاصمة القطرية. تقرير لقناة WDR الألمانية كشف كيف يعيش العمال الأجانب كسجناء في الدوحة. نحو 2 مليون عامل أجنبي، أغلبهم من نيبال والهند وبنغلاديش، يعملون في ملاعب كأس العالم في ظروف أشبه بالعبودية. تأخر في الرواتب وأماكن إقامة مزدرية، وطعام يقتصر على الخبز والماء فقط، إضافة لسحب جوازات السفر وتهديدات دائمة بالطرد لمن يجرؤ على الشكوى. بحسب التحقيق الاستقصائي للقناة الألمانية، فالعديد من العمال يشعرون بالخوف ويريد أغلبهم مغادرة قطر، لكنهم إما مدينون بمبالغ طائلة أو سحبت جوازات سفرهم ولا يمكنهم حتى إجراء المكالمات مع عائلاتهم. وحين يلجأ بعض العمال للجهات الحكومية المختصة بشؤون العمال لا يتم الاستجابة لهم. الجانب الأسوأ في قصة العمالة الأجنبية في قطر هو الموت بسبب الظروف المزرية التي يعملون فيها. السلطات النيبالية وحدها أكدت أن أكثر من 1400 عامل نيبالي لقوا حتفهم في قطر وتركوا عائلاتهم يتضورون جوعا. তারা দায় বুঝে না ঝাসাঙ্গে ডরায় কসরি ভয় সরি। أما من بقوا على قيد الحياة فيتمنى أغلبهم الموت هربا من الأوضاع السيئة ولعدم قدرتهم على مساعدة أسرهم لانقطاع الرواتب. الصور المبهرة للملاعب التي يفتتحها تميم لم تنجح في إخفاء العبودية التي تمارس بأبشع صورها في قطر.